السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخبار مثيرة مساء اليوم. ونبدأ بأهم العناوين. مدرب العين الإماراتي يتحدى الأهلي، سنذهب للقاهرة من أجل الفوز. وأحمد شوبير يرد على عمرو أديب ويكشف كواليس مباراة السوبر الأفريقي عام 1994 ضد الزمالك. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الأفريقي، وقرار مفاجئ للخطيب ضد لاعبي النادي الأهلي. وفي البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب فريق العين الإماراتي أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز على النادي الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك عقب تخطيه أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية بستة أهداف مقابل هدفين. ووفقا لنظام الفيفا الجديد للمسابقة المستحدثة، فإن المباراة ستقام على أرض بطل أفريقيا في ملعب القاهرة الدولي، والفائز منهما سينتظر الفائز من ديربي الأمريكتين بين باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس. وفي تصريحات عبر شبكة ذا ناشونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، قال مدرب العين الإماراتي: نحن فخورون للغاية لأننا جزء من تلك المسابقة، لقد بذلنا الكثير من التضحيات والجهد لنكون جزءا من هذا النوع من المسابقات. وأضاف مدرب العين الإماراتي قائلا: نحن فخورون بالفوز بدوري أبطال آسيا لنكون جزءا من كأس العالم للأندية وكأس الإنتركونتيننتال، هذا لا يحدث كل عام، نحاول احترام جميع المسابقات التي نشارك فيها. وقال: بصراحة ليس من السهل خوض الكثير من المباريات المهمة على التوالي، لكننا سنخوض عدة مباريات في فترة قليلة ثم نخوض مباراة الأهلي. لدينا فرصة جيدة لإظهار جودة كرة القدم في هذا الفريق، نريد أن ننتقل إلى الخطوة التالية ونحتاج إلى الفوز بهذه المباراة. ومن المعروف أن النادي الأهلي لديه بطولات كثيرة هذا الموسم، لديه بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس الإنتركونتيننتال وأيضا بطولة كأس العالم للأندية إن شاء الله. كل التوفيق بإذن الله للنادي الأهلي في هذه المواجهة القوية بين الأهلي والعين الإماراتي. أحمد شوبير يرد على عمرو أديب ويكشف كواليس مباراة السوبر الأفريقي عام 94. رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات عمرو أديب المتعلقة بمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك والتي ستقام يوم 27 من سبتمبر في السعودية. قال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية: عمرو أديب نكشني أمس وقررت أن أرد عليه في مباراة السوبر عام 94، كانت واحدة من أقل المباريات تركيزا للأهلي، سافرنا بطائرة خاصة وهناك كانت هناك رحلة مع الجمهور. وتابع شوبير: عندما وصلنا إلى جنوب أفريقيا كان الفندق مفتوحا للجميع، وهو أمر غير معتاد في سياسة الأهلي، كانت هناك ثقة كبيرة في الفوز، حتى إن التدريبات كانت تتم أمام الجميع، المدرب ألان هارس اشتكى من ذلك، وكنت كابتن الفريق وعبرت عن استيائي أيضا. أخبرت كابتن طارق سليم أن هذا الأمر غير مقبول، حيث كان شخص قريب من الكابتن محمود الجهري ويتواجد معنا طوال الوقت، مما كان يعرض أسرار الفريق للخطر، وهذا ما حدث بالفعل. واختتم شوبير بالحديث عن الحكم: لم يتم الاستجابة لشكوانا وانتهت المباراة بفوز الزمالك، ولا أريد التطرق إلى موضوع الحكم الجنوب أفريقي لأنه طرد محمد يوسف، كان قرارا غريبا جدا، فلا بد من أن يسكت عمرو أديب ولا يحكي هذه المباراة عام 1994 بفوز نادي الزمالك على الأهلي، كانت هناك أحداث غريبة. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الأفريقي، حيث فجر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر مفاجأة بشأن قائمة الفريق في القلعة الحمراء، حيث قال: تسربت قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة الزمالك في السوبر ولكنها كانت ناقصة،
هناك من اعتقد أن الأهلي سيشارك بحارسين فقط، لكن هذا غير صحيح، حيث أن المعتاد يتواجد على الأقل 3 حراس. ليس من الضروري أن يضم الأهلي 20 لاعبا فقط، وهو العدد الرسمي المسموح به في قائمة المباراة. بإمكانه أن يضم 22 لاعب، كما نرى أن نادي الزمالك أعلن قائمته التي تضم 25 لاعبا. قرار مفاجئ للخطيب ضد لاعب الأهلي قبل مواجهة الزمالك. فقد كشف الإعلامي مدحت شلبي عن قرار صادم من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قبل مواجهة السوبر، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: الأيام الماضية شهدت جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة. الأهلي قرر تغليظ العقوبات بقرار من مارسيل كولر وموافقة الخطيب لردع اللاعبين عن الاعتراضات المستمرة على قرارات الجهاز الفني، بجانب الظهور بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي. وشدد قائلا: تقرر أن تكون غرامة كسر الحظر الإعلامي 500,000 جنيه، على أن تكون غرامة التغيب عن التدريبات دون إذن 250,000 جنيه. اللائحة الجديدة تتضمن خصم جزء أو نسبة من مستحقات اللاعبين في حالة خسارة البطولات أو المباريات، وذلك وفقا لتقييم ورؤية إدارة الكرة في النادي الأهلي. أخيرا نتطرق إلى أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة قبل السوبر أمام الأهلي. فقد أعلن نادي الزمالك عن أرقام قمصان اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الجديدة الصيفية. محمود بن تايك الظهير الأيسر المغربي سيرتدي القميص رقم 3، عمر فرج المهاجم الفلسطيني يظهر بالقميص رقم 11، محمد حمدي سيحمل الرقم 36، كونراد ميشالاك اللاعب البولندي سيرتدي رقم 21، كما قام الجناح مصطفى شلبي بتغيير رقم قميصه من 11 الذي كان يرتديه الموسم الماضي إلى الرقم 7 هذا الموسم. وبالنسبة للعائدين من الإعارة سيرتدي أحمد محمود الذي عاد من الجونة القميص رقم 33، وسيحمل حسام أشرف العائد من بلدية المحلة رقم 20. وتقام مباراة الزمالك والأهلي الساعة 9 مساء يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر، وذلك على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية، أو في العاصمة السعودية مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، وذلك في هذه البطولة بطولة الكأس السوبر الأفريقي. نهاية، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.